طرج ما بايكتوني يا كذب. المهم انت اسمع يا ايه الحين انا تعبين خلنا اعوق شوي ذا اقول لك الولد مسكين قاعد يبكي خايفين هل تجي حاله نفسيه يحبك يبي بس يسمع مقطع وانت قاعد تبكي نبي نسجل لك مقطع لوجه الله يا ابو كيان مقطع بسيط وانت تبكي الرسله حق ابوه عشان الطفل يسكت حبيبي انا صاير ايه تبكي كيان والمقطع ذا انا برسله حق الطفل ان شاء الله عشان ينبسط احب الاطفال انا الم الاطفال بعد لا انت حنون انت حنون تغطونهم ايه اطفال بيت لا تطولها بس لا تطولها لا دبل اتصل على ابو علي ابو علي قاعد قدام يم ابو جبريت زين اتصل عليه وقل له زجران يبي يكلمك لعطوا السماعه حق ابو علي بنشغل المقطع اللي يبكي زجران يلا خلي ابو علي يفكر انه زجران وبعدين يقلب علي زي كسر الثوب وقف الباص وقف ما علينا من ابو علي زجران قاعد يضحك عليك شو مسوي لنا؟ وينه زجران؟ وينه؟ ايش فيك بعلي؟ وينه؟ ايش فيك؟ وين زجران؟ ايش فيك؟ شو مسوي لنا انت؟ وش مسوي لنا؟ صيح من ده؟ زجران وينه؟ ما سوينا لنا شيء شوفه قاعد على السرير شي دقيقة مسوي لك شاي احنا؟ ها؟ مسوي لك شاي احنا؟ طقينك؟ ها؟ شو سوي عجل ليه تصيح ليه؟ ها؟ ليه تصيح؟ خلينا نودي الباص هلا من جنب بنوصل الحين كرا الله يا عم وسط صدرك بالتليفون عيب عليك يا ابو كيان قاعدين يقل باص قاعد يمشي توقف الباص مسخره هي مسخره ها انا شروع الجماعه روعني ابو علي حنون ما اقدر اشوف احد يصيح ابو علي كرا الله على شانك وقف الباص روح العم بعالي انت يا شال ايش فيك يا بعالي ايش دخلك ايش اللي صاير فيهم بس صدق ما يستحي على وجهه ما يستحي على وجهه عيب عليه ايش بتستحي وقفت الباص قلت ايش فيه صاير خلي الباص يوقف عشان عندك ايش ولا كلمه ايش صوتك وسط صدرك عمي بعالي وسط صدرك عمي بعالي ما وقف الباص احنا وصلنا احنا يا مريض احنا ماشي في الطريق ايش حكي كذا كل شعب يوقف الباص مجنون وصار صحيح كلنا وصار قلت لك ليه لا ما سلك لك لا اقول لك صحيح سلك لي ها لا خلاص ابو علي وسط صدرك ايش صوت لك ام حيد ايش لا وسط صدرك ابو علي وسط صدرك ان شاء الله ان شاء الله
انسى على وجهك. حب عليك. أمي أبو علي. لا اسمع صوت. أمي أبو علي. أقول لا اسمع صوت. أمي أبو علي.